احسن الله اليكم يقول هذا ايضا الشيخ الذي سال عن الصبر آآ آآ الايه الكريمه ومن الناس من يعبد الله على حرف ما المقصود بالايه مقصود بها ضعيف الايمان الذي لم يتمكن الايمان من قلبه فاذا اصابته فتنه فانه ينحرف عن الايمان ويرتد عن الايمان لانه ليس عنده ايمان راسخ نعم